كده هينامك مرتاح. لاول مره هتنام حاسس بالراحه دي، حاسس ان انت فعلا عملت اللي عليك بزياده، عملت كل اللي نفسك فيه. يعني الحمد لله الحمد لله انا النهارده عملت حاجات تصحى. بس نبدا من دلوقتي لازم نأذن ان شاء الله ولا ايه يا عم؟ هنصلي بس مش لما نخلص اللي في ايدنا ده الاول. ربنا يبارك لك كده. ربنا يبارك لك. يا بابا كنت فين؟ بعمل خير يا بابا الحمد لله. يعني حملة تخرج لغاية دلوقتي؟ خير ايه ده بقى ان شاء الله؟ يا بابا انا كنت بعمل في خير يا بابا. ايه خلاص خلاص ماشي يا بابا ماشي. كمان بتشوق؟ خلاص ماشي. انت مضايق ابوك ليه؟ وكمان انا بكلمك بالساعة 10. هو مش انت وابويا كمان؟ بابا. لا بس الحمد لله الواحد عمل حاجات كتير حلوة النهارده.